حصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار هي من بين القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير، أين أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بأن تكون كل الإجراءات المتخذة عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عملية الاستثمار وتسهيلها. السيد الرئيس أمر كذلك بإجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوسيع. وفي ذات السياق شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الاعتماد على النظرة الاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانية للدولة بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا. وتتولى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي حلت ابتداء من 8 سبتمبر الماضي محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عدة مهام تشمل مجالات الإعلام وتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر، إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة. هذا ويتكون الشباك الوحيد من ممثلين عن إدارات الضرائب والجمارك ومصالح التعمير والبيئة والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل، إلى جانب الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار.